أهلا بكم مشاهدينا متابعي برنامج جزائريون إلى هذا العدد الجديد من برنامج جزائريون. القصة التي سننقلها اليوم هي عن امرأة مطلقة تختزل كل المعاناة التي يمكن أن تواجهها المرأة في الشارع رفقة أبنائها. واليوم واستثنائيا تحضر معنا الإعلامية والكاتبة نفيسة لحرش ورئيسة جمعية مرأة في اتصال. نعم، مرحبا بك مدام نفيسة. شكرا على الاستضافة وأهلا وسهلا بالمشاهدين الأعزاء. مدام نفيسة، يعني المشاهدين دوك راهم يشوفوا فينا، يعني اسكو راح نقول لهم بلي الموضوع تاع اليوم والحديث عن المرأة عندما تكون ضحية عنف، يعني هو تقريبا اللي يسمعوه في كاع القنوات وكاع المناسبات، اسكو راح نقولوا هضره يعرفوها ولا راح تحضري لهم يعني الحقيقة؟ والله أنا طول عمري نتكلم الحقيقة، ما عنديش لما ندافع على قضية المرأة مش فقط تعصبا للمرأة، ولكن لأن واقع يفرض نفسه. وعلى هذا احنا حتى نطور المجتمع لازم نعتبر أن المرأة إنسان كيان يساهم في بناء المجتمع، مواطن كامل الحقوق وعليه واجبات نفس الواجبات اللي على الرجل. دفاعك عن المرأة بصفة عامة، هل هو مبدأ تبنيته ولا كون باغازاغ لقيتي روحك في ميدان الدفاع عن حقوق المرأة؟ أنا في جمعيات كثيرة كثيرة، يعني حول المجتمع بصفة عامة، يعني حول العمل الاجتماعي بصفة عامة سواء نسائية أو غير نسائية. وفي النهاية قررت أني أسس جمعية نسائية تنطلق من العمل الاتصالي، لأن الاتصال أو لا كوميونيكاسيون هي الوسيلة الوحيدة لتغيير الواقع الاجتماعي. هل الدفاع عن حقوق المرأة يعني عنده ثمار، يعني عنده تحقيق، عنده إنجازات إيجابية؟ بطبيعة الحال عنده إنجازات، رغم أنه احنا نعانيه من ضعف مادي كجمعيات، ما عندناش تمويل، ما عندناش مقرات، ما عندناش دعم يعني سياسي قوي، خاصة عندما نتكلم على قضايا المرأة وعلى حقوق المرأة وعلى المساواة وعلى أن نلقاو رواحنا. يعني حتى الدعم المؤسساتي من مثلا المؤسسات اللي تتبرع بأموال أو بنشاطات أو بتعامل مع المجتمع، تلقى المرأة الجمعيات اللي تدافع عن حقوق المرأة معزولة من هذه الاستفادة. داكو. وبالتالي احنا نقدر نقول حققنا على كل حال، دافعنا على قانون الأسرة وتعدل، دافعنا على قانون الجنسية وتعدل، دافعنا على المشاركة السياسية للمرأة وكنا حاملين راية هذه المشاركة وتحقق. نقدر نقول باللي حققنا إنجازات. حققنا الآن نتكلم على نفسي كإعلامية في السبعينات، كنا زوج إعلاميات، ثلاث جمعيات إعلاميات في الميدان. يعني الآن الحمد لله 54 صحفية، يعني 54% صحفيات نساء. داكوغ، هذا يعني هذا هذا تطور، يعني هذا معناها أن هنا قدمنا مثل جيد. يعني مدام نفيسة، يعني ماشي من أجل سي با بور فو كونتراري، ولكن أنت كي تقولي بلك الدفاع عن حقوق المرأة يعني عنده ثمار، طبعا ولكن ندعوك حنايا في برنامج جزائريون إلى متابعة هذا الروبورتاج الخاص عن المرأة التي نتحفظ عن ذكر اسمها والتي كانت ضحية استغلال من قبل جمعية تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة، ونشك أنه راح تحافظي على نفس الرأي بعد ما تشوفي هذا الروبورتاج. إذا مشاهدينا سنتابع الآن القصة المؤثرة جدا للسيدة المطلقة أم لأربعة أولاد كانت ضحية استغلال من قبل إحدى الجمعيات، ومشوار كبير من المعاناة والحزن. لازم تكون تخدم عين شي يعني نخدم. اخوالي قالوا لي ما ترجعيش لينا، هي ما قالت لينا ماشي، يعني ما نخسرش راجلي ولادي على جالك. كاين تعدى عليك؟ كاين تعدى عليا. جمعيات مختلفة ومتعددة تخرج علينا في مناسبات عديدة، لا يهم الاسم إن كان جمعية للشجر أو الحجر، ولا يهم المكان إن كان مقرها بيتا مهجورا، كل ما يهم هو الميزانية التي تتحصل عليها من الدولة وتبذرها من دون أي محاسبة. نسيمة
هو اسمها المستعار، واحدة من النساء التي كتبت عليهن الحياة حياة شاقة تجرعنا مرارتها وقساوتها. ولكن قبل أن تسرد لنا الأخت حكايتها، عادت بنا إلى أولى سنوات زواجها وروت لنا كيف استغلها زوجها السابق وأرغمها على العمل لكي يجني هو تعبها. سنستمع الآن إلى شهادة مؤثرة، وهي شهادة لسيدة مطلقة يتم استغلالها من طرف جمعية تعنى بمساعدة المعوقين، ولكنها في الحقيقة تقوم باستغلال هذه النساء بطريقة سنتعرف عليها من خلال شهادة الأخت. الأخت، أنت قبل ما سجلنا معك يعني رانا نوعدك أمام المشاهدين، يعني توعدك قناة النهار أنه الهوية تاعك ما راحش تبان، يعني انت راح تعاونينا باش نعرفوا هذا الغيزو اللي راه يستغل في النساء، ولكن اسمك راه نمدوا لك يعني المشاهدين دوك راهم يشوفوا معنا اسمك وهويتك، ما هويتك يعني ما تبانش، يعني واحد ما يعرفك، وهذا الشيء راح يخليك تتفادي ربما متابعه من قبل المافيا اللي كنتي معاهم. فوالا دونك فوالا راك عارفه، نخليك تقدمي نفسك اولا. منين جيتي؟ انا وجدت المساعده اللي تمسيله، جيت مع الراجل تاعي، جينا لكي يتوسط مع الراكة تما، عشنا ثم واحد العامين في الراكة هذيك. من بعد كي زاد عام قبل يزاد عندي طفل تاعي الأول، ولا يقول لي لازم شنطي تخدم عين شان راني نخدم، وأنا ما قريتش، ما عندي يعني حتى حاجة في يدي باش نخدمها. أنا عارف كيما كنت عايشة، كنت عايشة على برا. كنت تسرحي بالنعاس؟ كنت نسرح، كنت نحلب، كنت نخلط، كنت نسدي، هذا شنو نعرف يعني. أنا نعرف ندير حوايج تاع برا، ما عادش ندير حوايج تاع المدينة. كي قلت له انا ما نعرف ندير والو باش نخدم عليك، ولا ما قريتش يعني باش يخدموني، قال لي خلاص كاين حل. كي قلت له شنو هو، قال لي تروحي معايا عند في مسعد شون فاميلتو خبالو ثما. كي رحنا عندهم ثما قعدنا واحد شهرين نورمال، بعد جاتو هذه الفكرة زعما تاع انتيا تشوفي تاكي صغيرة ومتزوجة، بالك انك تزوجت واش صغيرة تشوفي، وانا تجيبي هذيك المسحور عايشين بيه حتى الفرج ربي سبحانه. تشوفي معناتها تشوفي الناس المسحورين والسحر، معناتها زعما تشوفي لهم زهرهم وش صرا لهم وش حيصرا لهم الزواج. وحده با ما تزوجتش تتزوج، يعني تقزان كما نقولوا احنا قزانة. اي والله كما نقولوا احنا قزانة يعني بس متفانا. حتى انا فتت نشوف ايمن طفل صغير تاعي، كيف تشوف الطفل الصغير تاعي شغل هو قال لك انا ما نقدرش هذه المعيشه باش يعني ناكلوا غير الخبز، كما نقولوا حنا ناكلوا معيشه قد نقدر واحد هنا. قال لي لا لا لازم نرجعوا باش كنا نخدموا هكا الكزامه. قلت له انا ما نبغاش نكزم، انا صاي انا مادام انا جيت هنا خلاص بعد ربي سبحانه ورزقني بالدار من الكزامه، ما نبغاش ندير دار، وعندي ولادي الحمد لله. يعني انت حبستي الكزامه خفتي على ولادك؟ ما نكذبش عليك، انا خفت ولادي يكبروا ويعرفوا الحقيقه من بعد، كيفاش نولي وانا ما عنديش مالي باش نولي لهم. تقيم نسيمة في قبو إحدى العمارات المهترئة، وعند دخولنا إلى المنزل لم نستطع حتى التنفس بفعل الروائح الكريهة التي تسببها تسربات المياه القذرة والفضلات. وكل هذه القذارة جعلت الأولاد يعانون من تشوهات خلقية وأمراض عديدة. واصلت الأم كيف امتهنت التسول لكي تحصل على لقمة العيش لها ولأولادها بعد أن تخلى عنها الجميع. أنا ما قبلت كل حكم مالي، شكيت لهم أخوالي قالوا لي ما ترجعيش لينا، ويما قالت لي أنا يعني ما نخسرش راجلي ولادي على جايك أنت. يعني يماك عاودت زواج وباباك أصلا ما يعرفش بك؟ يما عاودت زواج وجابت ولاد واحد أخرين، جابت ست ولاد، وبابا ثاني عاد زواج دار واحد اخرى، مي ما يعرفوش بيا، ما عبالهمش كاع بيا، كيما بابا ما على بالو لا راني عايشه ولا ميته، كيما يما درك عندها قريب العامين ما هضرتش معاها. نروح نتجمع تلاقيت نساء يقولوا لي علاش ما تروحيش للجمعيه تاع عزه، الجمعيه تاع السيد. انا ما تروحيش، علاش ما تروحيش؟ دقيقه برك باش الناس يفهموا، النساء اللي كنت تتلاقى بيهم في الجامعه كان يقولوا لك هما طلابات يعني؟ هما يقعدوا معايا نطلبوا كيف كيف، طلبوا كيف كيف قدام الجامعة، وشنو أنا اللي كنت صغيرة فيهم وأنا اللي عندي دراري، صغير غادرهم الدراري هكا قالوا لي تروحي للجمعية، رحت سديت لهم، بدي رحت للجمعية هذه، ديت معايا ولادي، حكيت لهم،
الوضعية تاعي كاملة، قلت له السيدة ويخرج فيا، قال لي معليش نعطيك لوكار تسكني فيه بصح بشرط. ونحن نستمع بانتباه إلى شهادة الأم المسكينة، روت لنا كيف كان صاحب الجمعية يقدم لها وثائق تبين أن الأم مطلقة وتعيل 4 أطفال، وكان يطلب منها التوجه إلى المؤسسات لطلب المعونات، وكان يقسم العائدات عليها بقاعدة الثالثة. العام الأول ما كان يقول لي والو، كنت نخدم نورمال، نخدم نجيب 300 يدي 200 يعطيني 100، نجيب 400 يعطيني يدي 300 يعطيني 100، نجيب 20 يدي 15000 يعطيني 5000، يعني وجبتي. شحال المعيار تاع شحال كان يحسب لك؟ كان كي تدخلي له دراهم شحال كان يعطي لك؟ يعطيني الثالثة. واش معناتها الثالثة؟ مثلا جبت 300000، 200 اللي هو يقول لك 100000 لي أنا حقي، و 100000 للجمعية باش ندير لكم بها فوتوكوبي، و 100000 نديها أنا. زعما حق تعبي وعرقين. انتم شحال كنتوا من مرأة مع هذا الراجل مع جمعية الأب؟ كاين بزاف نساء، وكاين معنا 3 رجال، 2 رجال. رجال تاني يطلبوا كيما انتم؟ يطلبوا كيما احنا، يخدموا كيما احنا. يروحوا نركنوا في الحمام في الديور، يطلبوا يلموا له ويجيبوا له. يجوا الناس حتى للجمعية نتاعو يتبرعوا له. باسكو هذه الجمعية عندها بزاف، شي كان مليون ولا. كنتوا تسمعوا عليه؟ كانت خارجة عليه الهضرة باللي كي خارجة عليه الهضرة، مام كي تروح للحومة ثما شغل يخزو يهضرونا كاع الهضرة العيان، تبلاونا يقولونا باللي نتوما مدامات عزة سالم، نتوما هكا نتوما هكا هكا. بصح الإنسان كيكون محتاج معلاش واش يدير. لا تملك نسمة من شيء في المنزل سوى ثلاجة فارغة وبقية الغرف للأولاد الذين لاحظنا أنهم مسؤولون عن أنفسهم ويصبرون على الفقر، رغم أن التلاميذ في المدارس يعيرونهم بالفقراء ويضحكون عليهم لأنهم لا يملكون الكتب ولا الأحذية. ولقد كانت عيون الأطفال تخنقها المعاناة، ولكنهم لا يشتكون ولا يتحدثون. وش كان عم يدير؟ أنا ما نبغي كل خرش في منك. أنت وحب يعني أبغى جاوش دار بكرة وحب يخرجك منه يعني. أكيد وحب يخرج منه. نبغي لك المشاهدين ما عبرهمش بصح يعني إحنا دول كارنا نسجلوا معاك ما مش قادرين أصلاً تنفسوا. تنمو الريحة تاع الزيغو تاع المجاريف، يعني راكي ساكنة في الزيغو مع 4 دراري. مع 4 دراري، عندي بنتي الكبيرة 3 اللي حشك الطومبا، بات في اليوم طار مع الطلاني. بصح ما لقيتش وين نروح. المهم باش نكري، عادي اللي نقولوا نكري باللي بالعام، نعرفوا نص العام. وأنا كيما راك تشوف، نهار 10000، نهار 20000. وزيد يقولوا عليك مطلقة و. تزيد الهضرة أكثر. كان فيها هذا حتى عطات اللي جات كشفت الطومبا كلات لي الطفله، وليت زوجها ركبها وتقدم من الفوق وزوجها ركبها معايا تحت باش نعصاتو. يعني من جهه تاع السي على الراجل هذا باش ما يتعداش عليك، وزي تاع السي عطوان اللي راهم ياكلوا في الدراري. حشاك ما من ريحه تاع عطوان بها كنت تفوت من هي الكوزينه تشمها، تفوت من هي الشمره تشمها. ماكيش خايفه دوكا؟ خايفه بزاف حوايج، شنو حاجه دوكا؟ خايفة يجي يطيشني برا لأنا لولادي، وخايفة من ولادي بس كل هذا تحبس تاع مشاكل. يعني في كل هكا دي فوا كي نكون قاعدة في الشي نقول بالك دوك يجو يزدمو عليا، هو ما يحشموش ولادي. جا واحد فيهم غير ما ضرب جارو بالموس يلحق حتى للحبس، ضرب باباه واحد يلحق يضرب باباه. ما شكيتيش لابوليس؟ شكيت شحال من خطره كيروحوا هكا يقول لك ما عندناش حنا دليل. كانش دليل يعني باش اي صح. لابوليس نو دوكا عم يشوفوا فينا. لابوليس نو مو مهمتهم يعني يحميوك يعني ماشي حاجه، ما كاينش ديبوندي في حاجه امبوسيبل، يعني خدمتهم هي يحميوك، يقدروا يحميوك. مي لازم تخبريهم. مش نخبرهم، انا رحت عندهم عندي شهر حطيت الشكوى تاعي هذيك. واش تسمع منهم؟ تسمع منهم.